أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتعرض لموضوع حساس وشائك، ألا وهو موضوع ترتيب الآيات القرآنية، حيث يطرح سؤال: هل أن ترتيب الآيات آية أولى وثانية وثالثة، هل أن ترتيب الآيات القرآنية خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله وإمضاء الإمام المعصوم عليه السلام، أم لم يخضع الترتيب لإشراف المعصوم؟ وهذا يعني الحديث في محاور ثلاثة. المحور الأول السياق القرآني، هل يمكن أن نعتمد على سياق الآيات القرآنية في تحديد المفهوم أم لا؟ مثلاً سورة النجم، عندما نقرأ سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هل أن هذه الجملة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى تتحدث عن النبي أو تتحدث عن جبرائيل؟ إذا كانت هذه الجملة تتحدث عن جبرائيل، إذن لا دلالة على عروج النبي إلى السماء، يعني ما عندنا دليل من القرآن على أن النبي عرج إلى السماء، عندنا دليل أنه أسري به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا صحيح، آية واضحة أن النبي أسري به من البيت الحرام إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، لكن عروجه إلى السماء من وين الدليل عليه؟ من القرآن. أين الدليل على عروج النبي إلى السماء من القرآن الكريم لا من الروايات؟ أقول لك الدليل هذه الجملة، دليل: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا هو الدليل. طيب، هل هذه الآيات تتحدث عن النبي أو تتحدث عن جبرائيل؟ لأن قبلها القرآن يقول: علمه شديد القوى، شديد القوى هو جبرائيل، ذو مرة يعني جبرائيل فاستوى، بعدين قال: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى.
إذا هذه الجملة تتحدث عن جبرائيل، إذن ما عندنا دليل على عروج النبي إلى السماء من القرآن. وإذا كانت الجملة تتحدث عن النبي أنه هو الذي كان دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني من العرش، عرش الله عز وجل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا تأتي قرينية السياق. يقول لك السياق، سياق الآيات القرآنية ظاهر في أن هذه الجملة تعني النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الآيات منذ بداية سورة النجم هي تتحدث عن من؟ النبي. المتحدث عنه هو الرسول. ما ضل صاحبكم، يعني الرسول، وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه، يعني المعلم من هو؟ الرسول. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو ما جام يتحدث عن الرسول. إذن مقتضى وحدة السياق أن مرجع الضمائر واحد، مرجع الضمائر هو النبي وهو بالأفق الأعلى، ثم يعني علمه جبرائيل وهو بالأفق الأعلى، كان عندما علمه جبرائيل وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا، يعني ترقى عن موقع جبرائيل، صار جبرائيل أخفض منه وهو ارتفع، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني تعبير عن قربه من العرش، فأوحى إلى عبده ما أوحى. والقرينة التي تساعد على أن المعني بالسياق هو النبي صلى الله عليه وآله هو الآيات التي بعد هذه الآية. الآية الأولى قوله فأوحى إلى عبده، من هو الموحي؟ الله. من هو الموحى إليه؟ النبي. إذن معناه أنه تم الوحي في تلك اللحظة، لحظة كونه، فكان قاب قوسين أو أدنى. كذلك الآية التي بعدها حيث قال أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه، يعني مو أول مرة هو يشوف جبرائيل، ترى شاف جبرائيل مرة ثانية في نفس هذه الرحلة. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه، يعني ولقد رأى جبرائيل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذن سياق القرآن يستدل به، وسياق القرآن هنا ظاهر في أن المقصود بالعروج والدنو والتدلي والرؤية هو النبي محمد صلى الله وسلم على محمد. لذلك يقول العلماء سياق القرآن حجة. حجة يعني شنو؟ يعني سياق القرآن بمعنى تتابع الآيات. السياق هو عبارة عن تتابع الآيات بنسق وبهيئة تعطي معنى معينا. هذا السياق وهذا التتابع حجة. حجة يعني شنو؟ يعني يصح الاعتماد عليه في استنباط حكم شرعي، في استنتاج مفهوم عقائدي، في تحديد مبدأ من المبادئ القرآنية. السياق حجة يعتمد عليه، لأن السياق من قسم الظهور، والظهور عند المجتمع العقلائي حجة يعتمد عليه. عندنا إحنا رواية أو روايتان تمنع من الأخذ بسياق القرآن. ما هي هذه الرواية؟ عندنا رواية يرويها زرارة، في هذه الرواية التي يرويها زرارة بهذا اللفظ يقول ليس شيء، زرارة عن الإمام الصادق يروي الرواية، ليس شيء
أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية يكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، يعني لا تعتمدوا على السياق، ربما الآية يكون لها مفاهيم عديدة، أولها في شيء، أوسطها في شيء، آخرها في شيء. وشبيه هذه الرواية رواية جابر الجعفي، لكن علماءنا يقولون أولاً هاتان الروايتان ضعيفتان سنداً لا يعتمد عليهما، ثانيتين هاتان الروايتان تتحدثان عن آية لها سياقات عديدة، ولذلك قال أولها في شيء، أوسطها في شيء، آخرها في شيء. بينما احنا ما نتحدث عن آية لها سياقات، نتحدث عن مجموعة من الآيات جاءت تتحدث عن موضوع واحد وعن محور واحد. إذا جاءتنا آيات عديدة تنطق عن موضوع واحد ومحور واحد، هذا ما يعبر عنه بسياق واحد، وهذا السياق الواحد حجة، لأنه من قسم الظهور، والظهور عند الناس عند المجتمع العقلاء يعتمد عليه. زين، هذا المحور الأول. نجي للمحور الثاني وهو المهم، سياق القرآن، يعني تتابع الآيات، إنما يعتمد عليه إذا كان ترتيب آيات القرآن ترتيباً صحيحاً. يعني إذا كان ترتيب آيات القرآن ترتيباً خضع لإشراف النبي أو خضع لإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي، نقول نعم هذا الترتيب سليم، وبما أن الترتيب سليم إذن السياق المتحصل بهذا الترتيب سياق يعتمد عليه، فلا بد أن نبحث هذه النقطة الحساسة، هل أن ترتيب الآيات بهذا الشكل الموجود عندنا، نفتح سورة النجم ونشوف ترتيب للآيات، نفتح سورة المدثر ونشوف ترتيب للآيات، نفتح سورة المؤمنون ونشوف ترتيب للآيات، هل هذا الترتيب خضع لإشراف النبي وخضع لإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي أم لا، حتى نستطيع أن نعتمد على هذا الترتيب؟ زين، المشهور المعروف بين علمائنا علماء المسلمين كلهم أن هذا الترتيب صحيح، هذا الترتيب خضع لإشراف النبي ولإمضاء الأئمة، هذا الترتيب صحيح. سيد المرتضى في كتاب الذخيرة، والسيد ابن طاووس، والعلامة الطبرسي في مجمع البيان، والسيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن، قالوا هذا الترتيب سليم، كما أن متن القرآن لم يتعرض للتحريف لا زيادة ولا نقص، كذلك ترتيب آيات القرآن هو ترتيب سليم خضع لإشراف النبي ولإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي. زين، بينما عدنا مجموعة من العلماء قالوا لا، إحنا متوقفون في هذا، ما نقدر نجزم، ما نقدر نضمن سلامة الترتيب. زين، علي بن إبراهيم القمي، فيض الكاشاني، المحدث شيخ يوسف البحراني، من العلماء القريبين من عهدنا، والسيد الطباطبائي، يعني العلامة الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان، كتاب تفسير الميزان كتاب عظيم، من أفضل تفاسير القرآن بين المسلمين كلهم، كتاب تفسير الميزان، صاحب هذا الكتاب العلامة الطباطبائي رحمه الله شكك في سلامة ترتيب القرآن الكريم، وقال أنا لا أضمن أن هذا الترتيب ترتيب خضع لإشراف النبي ولإمضاء الإمام. صحيح، ربما يكون أغلب القرآن ترتيبه سليم، بس ما عندي دليل على أن كل القرآن
أنا ما أقول كل القرآن مختل، لا أغلبه صحيح، أما لا دليل عندي على أن كل الآيات في القرآن خضعت لترتيب سليم. مثلا طبعا هذا المثال كل واحد يتبادر لذهنه هذا المثال، مسألة آية التطهير، وين جت آية التطهير في أي سياق؟ سياق الحديث مع نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. انتهى، راح لخطاب ثاني بعد ما كمل الآية، راح لخطاب ثاني: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيجي السيد صاحب الميزان يقول أنا ما عندي دليل على أن آية التطهير هذا موضعها، من المحتمل أن لها موضع آخر وأقحمت في هذا الموضع، محتمل. لا أضمن أن هذا الترتيب ترتيب صحيح خاضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله أو خاضع لإمضاء الإمام المعصوم. أنت تراجع كتاب الميزان الجزء 12 صفحة 127، هناك يتحدث صاحب الميزان عن هذه النقطة، أن هذا الترتيب لا نضمنه. ليش لا نضمنه؟ يذكر السيد صاحب الميزان وجهين تفت إليهما، بعدين نجي للمناقشة. الوجه الأول: روايات جمع القرآن، كيف تم جمع القرآن؟ عندنا مجموعة من الروايات تقول ما القرآن ما جمعه الرسول، لا رسول مات والقرآن مبعثر وتصدى لجمع القرآن الخليفة الأول، ثم تصدى لجمع القرآن مرة أخرى الخليفة الثالث. لاحظوا، أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة، بعد معركة اليمامة، أرسل إليه: تعال، جئت فإذا عمر بن الخطاب عنده. فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن. يعني حفظة القرآن قتلوا في المعركة، وإحنا نخشى أن يضيع القرآن إذا لم يجمع. زين؟ ثم قال له، يعني هذا كلام الخليفة الثاني للخليفة الأول: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، أمر المسلمين بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ رسول ما جمع القرآن، ليش إحنا نجمع القرآن؟ قال عمر: هذا والله خير. صحيح الرسول ما قام به، بس هو عمل جيد جمع القرآن، هذا والله خير. وما زال يراجعني، يعني الخليفة الثاني يراجع الخليفة الأول، إلى أن حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت الذي رأى عمر. زيد بن ثابت هو يعلق على كلام الخليفتين، يقول: فتتبعت القرآن، أنا بدأت أجمع القرآن، فتتبعت القرآن أجمعه. أجمعه من وين؟ من العسف. عسف يعني شنو؟ يعني جريد النخل. زين؟ واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة، آخر آية من سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري، ولم أجدها عند غيره، يعني ما فيها إلا شاهد واحد يشهد عليها.
وهي قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما عليها إلا شاهد واحد أخذتها ووضعتها في آخر سورة التوبة. وعن أبي داود عن طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قدم عمر، يعني جاء عمر إلى الناس إلى المسلمين، قال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من القرآن فليأتي به. قاعدين نجمع، اللي عنده شيء من القرآن فليأتي به. فكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان. لازم يجيب شاهدان على أن هذه الآية من القرآن وهذا موضعها. زين، هذا ما تم في عهد الخليفة الأول. نجي عهد الخليفة الثالث. في عهد الخليفة الثالث أيضا هكذا حصل. تقول في كتاب الإتقان، روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني عند غزوة عند معركة في الشام في فتح إرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن. شافهم مختلفين المسلمين في القرآن وهم في معركة ومع ذلك اختلفوا في القرآن، فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأتت حفصة بالصحف إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. فقال عثمان للرهط القرشيين، يعني القرشيين من هؤلاء، قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء في القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا. سيد صاحب الميزان يقول طيب شو نسوي بهالروايات؟ احنا أمامنا هذه الروايات، أمامنا هذه الروايات ولها مدلولان. مدلول الأول أن القرآن كان مبعثر وكان في اللخاف وفي العشب وفي الصدور، كتاب مبعثر، هل يضمن ضمانا قطعيا أنه تم ترتيبه ترتيبا سليما وهو مبعثر؟ هذا المدلول الأول. المدلول الثاني أن الجامع خضع لاجتهاد الصحابة، بعض الآيات قبلوا شاهد واحد، بعض الآيات شاهدين، وهذا ما يكفي في الضمان. فإذا قرأنا هذه الروايات لن يحصل لنا ضمان قطعي بسلامة ترتيب القرآن وأن هذا الترتيب فعلا خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله أو خضع لإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره أو اعتمد عليه صاحب الميزان. تأمل معي شوية. المعروف كما قلنا لا أن الترتيب سليم، ما في شيء، هذا الترتيب الموجود عندنا هو نفسه الترتيب الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وأنه نفس الترتيب الذي أمضاه الأئمة المعصومون عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله. زين، شو نسوي بهالروايات؟ عندنا عدة ملاحظات، بعض هذه الملاحظات ذكرها سيد الخوئي قدس سره في كتابه كتاب البيان في تفسير القرآن. إذا تراجع كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي قدس سره تحدث عن هذه النقطة، صفحة 237. أولا، هذه الروايات ليس لها طرق موثوقة. صحيح هي موجودة في البخاري وفي كتاب الإتقان وربما تكون كثيرة في هذه الكتب، لكن المصادر الأولية لهذه الروايات لا تعدو مصدرين أو ثلاثة،
وهذا ليس كافيا في تحصيل الركون والوثوق والاعتماد على هذه الروايات في الطعن في سلامة ترتيب القرآن من الاختلال والتغيير. من يقدر نعتمد عليه في الطعن في ترتيب آيات كتاب الله تبارك وتعالى؟ هذا أولا. ثانيا، مفاد هذه الروايات يتنافى مع الواقع تماما. كيف يتنافى مع الواقع؟ عندما نقرأ حياة الرسول صلى الله عليه وآله نجد اهتماما كبيرا من قبل النبي والمسلمين بالقرآن، حفظا، تلاوة، كتابة، إشاعة. كان المسلمون في عهد النبي يهتمون بالقرآن بحد لا يقل عن اهتمامهم بالصلوات الخمس، كما كانوا يصلون الخمس كانوا يهتمون بالقرآن، بالحفظ والتلاوة والترتيل والترتيب. كان القرآن في زمن النبي مشهورا كتابة وجمعا وحفظا، فكل كتاب يصير مشهور كتابة وجمعا وحفظا. هل يعقل أن يموت النبي وهذا كتاب مشهور جمعا وحفظا وكتابة؟ هل يعقل أن يموت والكتاب مبعثر في اللخاف وفي الجريد وفي الصدور؟ شنو القرائن على أن الكتاب كان مشهور في عهد النبي كتابة وجمعا وحفظا؟ الآن أقرأ لك هذه القرائن. قرينة الأولى أن الكتاب كان مشهور كتابة، يعني القرآن كان مكتوب أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ذكر فتح الباري في شرح البخاري الجزء التاسع صفحة 18 أن كتاب الوحي في زمن النبي كانوا كثيرين، وأوصلهم ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الخامس صفحة 361 إلى 22 كاتبا للوحي في زمن النبي. بل ذكر صاحب السيرة الحلبية صفحة 457 أن عدد كتاب الوحي كانوا 42 كاتبا. طيب، كتاب يكتبه 42 كاتبا، ويقول صاحب الإتقان وصاحب البرهان كانوا يكتبون نسختين، نسخة للمسلمين ونسخة إلى النبي صلى الله عليه وآله يسلمونها إياه. وكان زيد بن ثابت نفسه يقول كان النبي يأمرني بالكتابة ثم يقول أقرئني ما كتبت حتى يتأكد من موافقة ما كتبه لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله. إذن كتاب يكتبه 42 في عصر النبي، ألا يكون كتابا مشهورا واضحا؟ ألا يكون ترتيب آيات ترتيبا معروفا واضحا بين المسلمين؟ كيف يكتب كتاب من قبل 42 وعلى نسختين ومع ذلك لا يكون ترتيبه ترتيبا واضحا بحيث يحتاج إلى أن يأتي الخليفة الأول ويقوم بترتيبه على شاهد واحد أو على شاهدين؟ هذا لا يعقل، لا يتلائم مع تصدي 42 لكتابته في زمن النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، أكثر من الكتابة، أن القرآن أصلا جمع في عهد النبي، يحتاج إلى جمع، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني جمع في مصاحف. فضل ذكر الطبراني وابن عساكر عن الشعبي أنه جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وآله 6 من الأنصار: أبي بن كعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، أبو الدرداء، سعد بن عبيد، أبو زيد، وقيل منهم عبد الله بن مسعود أيضا. طيب، إذا كان قد جمع ومن قبل 6 من الصحابة، ومن الطبيعي أنه جمع على طبق الترتيب المعروف بين المسلمين الذي كان بنظر
النبي معقول ناس يجمعوا القرآن والنبي ما يدري عنهم في عهده؟ بالنتيجة جمع القرآن ستة، يعني جمعوه على طبق الترتيب الذي كان تحت نظر النبي صلى الله عليه وآله وإشرافه. فماذا بعد جمع ستة من الصحابة للقرآن أن يحتاج القرآن إلى جمع جديد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله؟ زين، نجي إلى القرينة الثالثة. حث النبي على حفظ القرآن وتلاوة القرآن والأجر العظيم لمن حفظ القرآن، وكان الحافظ للقرآن ذا مقام رفيع بين الناس، حتى حفظ القرآن، مو القرآن، مو سورة، القرآن، القرآن، حفظ القرآن كله جمع كبير من الناس، حتى قتل منهم 70 في معركة اليمامة و70 في معركة بئر معونة، يعني 140 حافظا للقرآن في عصر النبي صلى الله عليه وآله. إذن 140 يحفظون شيء، مو واضح ترتيبه؟ يعني كيف يعني حفظوا القرآن؟ يعني حفظوا كتاب، واضح الترتيب، واضح المعالم، حفظه 140. فهل يعقل بعد حفظ 140 لكتاب واضح الترتيب أن يحتاج إلى جمع بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن من خلال هذه القرائن الثلاث نقول كان القرآن الكريم واضحا من حيث ترتيبه، والنبي ما زال موجودا لشيوع كتابته وشيوع جمعه وشيوع حفظه. وإذا كان واضح الترتيب، فهل يتصور من الخليفة الأول أن يأتي بترتيب مغاير للترتيب المعروف في زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ والصحابة ما زالوا موجودين على قيد الحياة وقد حفظوه بترتيب معين، هذا غير معقول، غير متصور. ولأجل ذلك لو كان قد قام الخليفة الأول أو الثالث بترتيب غير الترتيب المعهود عند النبي وفي حياة النبي لنقل ذلك ولو واحد من المسلمين، على الأقل واحد، يعني لو كان لبان على الأقل واحد ينقل لنا أن الخليفة خالف الترتيب المعهود في زمان النبي، ولم ينقل ذلك أحد، مما يدل على أن الترتيب الذي كان في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هو الترتيب الذي وصل إلينا جيلا بعد جيل عن النبي محمد صلى وسلم على محمد. ولذلك نقل السيد الخوئي في كتاب البيان صفحة 250 عن الحارث المحاسبي أن ما صدر من الخليفة الثالث ما كان جمع للقرآن، كان جمع للقراءة. شلون؟ تعرفوا في زمن الخليفة الثالث توسعت الرقعة الإسلامية، العراق دخلت في الإسلام، وبلاد فارس دخلت في الإسلام، والشام دخلت في الإسلام، فاتسعت الرقعة. لما اتسعت الرقعة اختلاف اللهجة بدأ يفرض نفسه على القرآن الكريم، وبدأوا يختلفوا في الحروف، هل هذه طلح منضود لو طلع منضود، العين والحاء تكون مشتبهة في الكتابة نتيجة اختلافهم، اختلفوا في بعض الحروف، أو اختلفوا مثلا مالك أو ملك. نتيجة هذا الاختلاف أمر الخليفة الثالث بتوحيد القرآن بمصحف واحد، بمعنى التوحيد في قراءة واحدة. ولذلك الرواية التي قرأناها قال جمعهم على لسان قريش، يعني جمعهم على قراءة واحدة، لأن القرآن نزل بلسان قريش، لأن الخليفة الثالث جمع القرآن بجمع غير ما هو المعروف أو المعهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله. وأزيدك من الشعر بيتا، روى البخاري الجزء الأول حديث 1914 عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من قرأ القرآن في المصحف. يعني معناه كان في شنو؟ كان في مصحف في حياة النبي. شلون يقرأ القرآن من المصحف؟ من قرأ القرآن في المصحف كانت له 1000 حسنة. وفي البرهان الجزء الأول صفحة 462 عن النبي: لا تمس المصحف وأنت على غير طهور. يعني كان في شنو؟ كان في مصحف. المصحف جمع صحف، ما يطلق المصحف على شيء مبعثر في جريد النخل وفي اللخاف وفي الصدور، وإنما يطلق المصحف على شيء مجموع مكتوب واضح يقال له المصحف. إذن الوجه الأول الذي يستند إليه في التشكيك في سلامة ترتيب القرآن الكريم هذا الوجه غير تام غير ناهض. نجي إلى الوجه الثاني. طول بالك إياي شوية الليلة، تحملني شوية حتى أتم هذا الموضوع. زين، نجي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني مصحف الإمام علي. عندنا عدة روايات تقول الإمام علي كان إلى مصحف يختص به فلون، هذه الروايات أقرأها له. ذكر ابن النديم بسنده أن الإمام علي عليه السلام رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فأقسم أن لا يضع رداءه، لا يضع رداء يعني لا يخرج، أن لا يضع رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس وجمع القرآن في 3 أيام. طيب ذا القرآن مجموع، ليش جمعه الإمام علي في 3 أيام؟ زين، هذه رواية. الرواية الثانية ما رواه علي بن إبراهيم القمي بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: القرآن خلف فراشي. يعني كان النبي محتفظ بنسخة من القرآن خلف فراشه. القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيع اليهود توراة موسى. إذن معناه الإمام علي إلى مصحف آخر، والرسول أمره بجمع ذلك المصحف. فلو كان المصحف الموجود عند الصحابة صحيحاً لما أمر الرسول الإمام علي بالجمع، ولما تصدى الإمام علي لجمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله خلال 3 أيام أو 7 أيام أو 9 أيام على اختلاف الروايات. هذه الروايات بنفسها دليل على أن ترتيب القرآن لم يكن ترتيبا سليما، ولذلك تصدى الإمام علي لجمع القرآن بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. جين. هذا الوجه الثاني. هنا عندنا ملاحظتان على الوجه الثاني ونختم هذا المحور. الملاحظة الأولى، قد ثبت لنا بالروايات اللي قبل شوية قرأناها، شنو ثبت لنا؟ إن القرآن كان مكتوب أصلاً، كان القرآن مكتوباً في زمان النبي ومجموعاً في زمان النبي ومحفوظاً من قبل ما لا يقل عن 140 إنسان. إذن ما هو العمل الذي أضافه الإمام علي؟ القرآن مكتوب ومجموع ومحفوظ، فما هو العمل الذي أضافه الإمام علي عليه السلام للقرآن بعد وفاة النبي مع وجود القرآن مكتوبا ومجموعا ومحفوظا؟ شنو اللي أضاف؟ هذه قرينة، يعني أنت من تجمع بين الروايات، هذه قرينة على أن الجمع الذي قام به الإمام علي هو جمع على طبق أزمنة النزول. إيش معنى جمع على طبق أزمنة النزول؟ تعرف القرآن في مكة وفي مدني، وبعض السور نزلت أول المدينة، وبعضها نزلت وسط أيام المدينة، وبعضها نزل آخر أيام المدينة. إذن القرآن كان متفاوت في أزمنة النزول.
الإمام علي لم يلغي القرآن الموجود، ولكن جمعه بشكل آخر، وهو جمعه على طبق أزمنة النزول. ولذلك موجود في بعض الروايات، تفتح مصحف الإمام علي أول سورة مو البقرة، أول سورة اقرأ، ثم سورة المدثر، ثم سورة المزمل، ثم سورة تبت، ثم يعني جمع القرآن بما ينسجم مع أزمنة نزول القرآن الكريم، وجمع ورتب آياته على طبق أزمنة النزول، وضم إلى ذلك التفسير والتأويل. هو ليش جمع بهذا النحو؟ حتى يسهل فهمه. يعني أنت من تقرأ الآية وتعرف زمن نزولها تعرف شنو تفسيرها، فهو جمعه على طبق أزمنة النزول ومناسبات النزول لكي يتضح تفسيره وتأويله. فجمعه جمع تفسير وليس جمع تلاوة. يعني عندنا مصحفان، مصحف تلاوة وهو هذا المصحف الموجود بين أيدينا والذي كتب منذ زمان النبي صلى الله عليه، وعدنا مصحف تفسير وهو المصحف الذي جمعه الإمام أمير المؤمنين. ما جمعه الإمام مصحف تفسير وتأويل وليس مصحف تلاوة، جمعه على طبق مناسبات النزول حتى يسهل تفسيره وتأويله. شنو عدنا من قرائن على هذا؟ أذكر لك القرائن الآن. شوف لاحظ، مما يدل على أن ما قام به الإمام علي هو جمع تفسير، ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام ما جمع القرآن كله كما أنزل. لاحظ الكلمة التعبير، كما أنزل يعني على طبق مناسبات النزول، ما جمع القرآن كله كما أنزل إلا علي بن أبي طالب. وعنه يعني عن الإمام علي عليه السلام قال: ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها. طيب انت من تقرأ الرواية شنو تفهم؟ شنو تفهم؟ من الذي كتب القرآن في عهد النبي؟ نفس الإمام علي، هو قاعد يعترف أنا كتبت القرآن. طيب إذا أنت كتبت القرآن، إذن شنو الجمع الذي قمت به بعد وفاة النبي؟ هو الإمام علي نفسه يقول: أنا كتبت القرآن والنبي حي، ما نزلت آية إلا وأقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي، وعلمني تفسيرها وتأويلها وناسخها ومنسوخها. هذا معنى أن القرآن كتب بيد الإمام علي والرسول موجود على قيد الحياة، فمن الطبيعي أنه كتبه بترتيب معين. إذن ما الذي قام به بعد وفاة النبي وجلس وجمع القرآن كله 3 أيام؟ معناه أن الجمع الذي قام به لم يكن جمع تلاوة، وإنما كان جمع تفسير. وأما جمع التلاوة فقد كتبه بنفسه والرسول صلى الله عليه وآله ما زال على قيد الحياة. القرينة الثالثة، شوف لاحظ عندنا رواية صحيحة وهي رواية سالم بن مكرم. هذه الرواية تقول: سالم بن مكرم أحد أصحاب الإمام الصادق، كان جالس عند الإمام الصادق، زين؟ يقول: دخل رجل على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وقرأ حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، يعني قرأها بطريقة غير اللي يقرأها الناس، والإمام الصادق يسمع. فقال أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. يعني هذا القرآن الموجود بين أيدينا أنت مأمور بقراءته كما هو، أنت مأمور بحفظه وتلاوته والاستدلال به والتعبد به كما هو،
اقرأ كما يقرأ الناس. هذه رواية إمضاء للقرآن الموجود بين أيدي الناس. اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم عجل الله فرجه، قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي اللي كان على طبق مناسبات النزول، وأخرج المصحف الذي كتبه علي الذي أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه وقال لهم هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله، وقد جمعته من اللوحين. فقالوا عندنا مصحف جامع فيه القرآن. فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا. فهو احتفظ بمصحف التفسير وأبقى مصحف التلاوة. فهذه الرواية ظاهرة أن القرآن الذي بين أيدينا أمضاه الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، نجي إلى القرينة الرابعة. كم قراءة للقرآن موجودة الآن؟ 17 قراءات. طيب هذه القراءات الإمام يقول اقرأ كما يقرأ الناس، يعني تقدر تقرأ بأي قراءة من هذه القراءات. زين، هذه القراءات ما هو أصلها؟ ذكر ابن مجاهد، ابن مجاهد عنده كتاب المنتخب من القراءات السبع، ذكر في هذا الكتاب أن 4 قراءات من القراءات السبع وردت عن أمير المؤمنين علي. هذا معناه أن الإمام علي مع أنه جمع القرآن بشكل آخر مع ذلك أمضى القرآن الموجود بين أيدي المسلمين، لأن هناك 4 قراءات لهذا القرآن الموجود واردة عن الإمام علي عليه السلام نفسه. زين، وذكر سيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود صفحة 278، ومحمد بن منصور بن مقري في كتابه اختلاف المصاحف أن عثمان إنما جمع المصاحف برأي مولانا علي بن أبي طالب. يعني حتى المصحف الذي جمعه عثمان خضع لنظر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا يعني أن عليا، ملاحظتان: ملاحظة الأولى أن ما قام الإمام علي بجمعه هو جمع تفسير لا جمع تلاوة، والملاحظة الثانية أن الإمام علي أمضى القرآن الموجود بين أيدي المسلمين. بعض القراءات هي واردة عن الإمام علي نفسه، والمصحف الذي جمعه عثمان كان بنظر الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا القرآن بهذا الترتيب الموجود بين أيدينا كتاب خضع لإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي المصطفى محمد. المحور الثالث، صحيح أنت تعبت، بس هذا المحور بسيط وقصير وننتهي. المحور الثالث: ما هي الأدلة على سلامة ترتيب القرآن من الاختلال أو التغيير أو التحريف؟ عندنا أدلة من القرآن وأدلة من السنة ودليل من العقل. نجي للأدلة من القرآن. القرآن نفسه هو يشهد بسلامة ترتيبه. اقرأ الآيات القرآنية، قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
لا إشكال عند المسلمين في أن هذه آية من آيات القرآن. طيب هذه الآية تقول القرآن محفوظ، ومقتضى إطلاق الآية أن القرآن محفوظ متنا وترتيبا، فكما لا زيادة ولا نقص فيه أيضا لا اختلال ولا تغيير في ترتيبه، بل تصدت اليد الإلهية لحفظه. زين، نجي إلى آية أخرى، قوله تبارك وتعالى، الآية اللي قرأناها في صدر المحاضرة، ما هي؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا. يعني شنو إن علينا؟ يعني أنت مو شغلك، صحيح أنت النبي، أنت الرسول، بس هذه وظيفتنا إحنا، مو وظيفتك أنت. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. طيب أنت من تقرأ هذه الآيات ماذا تفهم؟ تفهم أن الله تكفل حتى ببيان القرآن، مو فقط الجمع، حتى البيان تكفل به. يعني أنا أنزله وأنا أجمعه وأنا أرتبه وأنا أبين معناه، كل شيء علي أنا. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فإذا كان الله تكفل حتى ببيان القرآن وإيضاحه، فكيف لا يتكفل بحفظ ترتيب آياته؟ نفس هذه الآيات هي دليل على أن الهدف من نزول القرآن وهو هداية البشرية، كما في قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الهداية لا تتحقق إلا إذا تكفل الله بنفسه بأن يحفظ القرآن جمعا وقراءة وترتيبا وبيانا، وإلا فلا يتحقق الهدف بغير ذلك. فلو تعرض ترتيب القرآن للاختلال لكان ذلك نقضا للهدف من نزوله على النبي، ألا وهو هداية البشرية. هذه الآية الثانية. بعد نجي للآية الثالثة. القرآن تحدى البشرية أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لا يأتون مثله، ترتيبه مختل. كيف؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ترقى قال ائتوا بعشر سور، مو لازم كل عشر سور، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم ترقى قال فأتوا بسورة من مثله. عندما يتحدى القرآن البشرية أن تأتي بسورة واحدة مماثلة لسور القرآن، وهذه الآيات كما يقول العلماء وردت على نحو القضية الحقيقية، يعني لم تكن خاصة بزمن النبي. هذا التحدي مو خاص بزمن النبي، هذا التحدي إلى يوم القيامة. القرآن يتحدى البشرية إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة مماثلة لسورة من سور القرآن. ألا يدل ذلك على سلامة ترتيب القرآن؟ إذ لو لم يكن ترتيب القرآن سليما وكان معرضا للاختلال أو التغيير لم يكن هناك معنى لتحدي البشرية أن يأتوا بمماثله، لأنه للبشرية أن يقولوا كيف نأتي بمماثله وترتيبه غير مضمون. إنما يماثل الكتاب المضمون في ترتيبه المستند في ترتيبه إلى الله تبارك وتعالى، وإلا إذا لم نضمن استناد الترتيب إلى الله كيف نأتي بمماثله، وكيف يتحدان الله أن نأتي بسورة مثله؟ زين، هذا من الكتاب مما يدل على سلامة ترتيب القرآن الكريم. نجي إلى السنة. من السنة روايات العرض
والترجيح. عندنا عدة روايات، 22 رواية يذكرها علماء الأصول في كتب الأصول، أصول الفقه، هذه 22 رواية تأمرنا بعرض الروايات على القرآن، فما وافق القرآن يؤخذ به، ما خالف القرآن يطرح. أقرأ لك بعض هذه الروايات المعتبرة، معتبرة أيوب بن الحر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. ورواية السكوني: إن على كل حق حقيقة، يعني عن الصادق عليه السلام، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. نفس هذه الروايات التي تأمرنا بعرض الروايات على القرآن هي بنفسها دليل على أن القرآن له ترتيب صحيح، إذ كيف يعرض الروايات عليه وترتيبه غير مضمون؟ إذ كيف تعرض الروايات عليه ليعرف الموافق من المخالف والترتيب مما لم يعلم استناده إلى الله أو استناده إلى النبي أو استناده إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فنفس الروايات الآمرة بالعرض هي دليل على سلامة ترتيب القرآن من التغيير والاختلال، لذلك أمرنا بعرض الأخبار والأحاديث على الكتاب الكريم. زين، نجي الآن إلى الدليل من التاريخ وننهي. بعض علماء الاجتماع يقول، طبعا هو مسيحي، يقول: أنا لا أعترف بنبوة محمد، لكن أعترف بأن النبي محمد كان قائداً محنكاً حكيماً. كيف استطاع شخص في خلال 23 سنة أن يغير المجتمع العربي؟ كيف قدر؟ مجتمع كان متناحر، مجتمع يأكل بعضه بعضا، مجتمع يتقاتل على ناقة أو على جمل، مجتمع يئد الفتاة وهي على قيد الحياة، مجتمع يأكل الماء، يأكل الطعام المتعفن، بعضه طبعا مو كله، ويشرب الماء الآسن. كيف حول المجتمع خلال 23 سنة إلى مجتمع متعلم، مجتمع منتظم، مجتمع متماسك، مجتمع أسس دولة امتدت قرون بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف استطاع خلال 23 سنة أن يؤسس لذلك كله؟ هذا معناه أنه كان إنسان يحمل قيادة حكيمة ومحنكة بدرجة عالية جداً. والدليل على أنه قائد محنك حكيم أنه كان يصر على بقاء رسالته ويعمل الجهود المضنية في سبيل إبقاء رسالته، خاض حروبا متعددة حتى يبقي الرسالة، وأجرى عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة من أجل حفظ الرسالة، وأعطى المنافقين والمؤلف قلوبهم سهما من الزكاة حتى يضمن أن لا يقاوموه وأن لا يقاوموا دولته، وقام بفتح مكة. كل هذه الخطوات تكشف عن أنه سياسي محنك، حاول من خلال هذه الخطوات كلها أن يحفظ رسالته وأن يبقي صوته وأن يبقي ذكره إلى ما بعد وفاته. فهذا الشخص الذي قام بكل هذه الأمور من أجل حفظ الرسالة، هل يعقل منه أن يترك الكتاب الكريم مبعثراً مشتتاً في الصدور وفي اللخاف دون أن يتصدى لكتابته وحفظه؟